لماذا؟ أنا أقول لكل ما يسمعني الآن لماذا؟ اسمع إلى هذا الخطاب، اسمع إلى هذا الخطاب وخليك إنسان وإنت تسمع فيه ما تعرفش من قاله والله وين قاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي، الكلام هذا انقال وين؟ قيل في معقل الصليبية العالمية وهي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هذه معقل الصليبية العالمية، كل همها نهضة الصليب، والصليب ينصر الصهيونية والقضاء على الإسلام، يعني مذهبك الآتي: القضاء على الإسلام ومساعدة الصهيونية. قال صلى الله عليه وسلم: الذي نحبه ونتبعه، والذي نحترم من يحترمه، ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. وأعاد التصليات ثم قال: الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا رئيس منذ أن عرفنا الدنيا خطب في الأمم المتحدة بمثل هذا، والفترة كانت فترة إهانة للنبي، هم لا يستطيعون إهانته ولكن يتقولون عليه. يقف رجل ويقول: الذي نحبه ونتبعه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. هذا هو الرئيس محمد مرسي في الأمم المتحدة، لا رئيس قبله ولا بعده، حتى من دولة الحرمين الشريفين يجرؤ ملكها أو ولي عهدها أو وزير خارجيتها أن يقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام مؤذن بإزالته من الحكم. وأذكر أن الصحافة المصرية في عهد مرسي تتكلم عليه وتنتقده وتقول يتكلم كأنما في خطبة الجمعة، موضوع سياسي ويتكلم وين؟ هؤلاء. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. هذا الخطاب بعض الناس قد يقول الآن هذا نوع من التكتيك، اسمع، أو نوع من كذا أو من النفاق، اسمع. هذا الخطاب هو الذي يبعد الملك عنه، أول مسمار في زوال ملكه هو هذا الخطاب. وين الخطاب اللي يخليك تقعد في الحكم وحتى كان قلبه عليك يا تقعد في السعودية زي رئيس تونس، أو تقعد يعني يخف عليك الحكم وفي المستشفيات والعناية؟ شوف العناية المركزة على مبارك ما يموتش، والموت بيد الله، وشوف الإهمال للرئيس الثاني. ودول العالم لو فعل هذا بمبارك لرأيت الدنيا كيف قامت ولم تقعد. تعال وانظر إلى السيسي، كيف اشترى السيسي ملكه؟ قال: المقدسات الإسلامية يجب أن تراجع، وقال أنا في تردد في الإسلام، وقال يستحيل أو لا ينبغي لمجموعة لمليار مسلم أن يتحكموا فيش في باقي الخمس مليارات من البشر. هذه مصادمة لعالمية الإسلام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولشوكة الإسلام. هذا القول يثبت الحكم في نظر الغرب، وقول مرسي يبعده. لما جو حتى لمسألة إيران، جاءت إيران وقالت له: افتح لي حسينيات واعطيني الأزهر لأن أصلي لي أنا، وتكون تبعيت لي وأني نقضي لك كل ديونك ونحل كل مشاكلك. فرفض. لما مشي لإيران
ولا رئيس ولا رئيس مسلم عربي ترضى على أبي بكر وعمر وعثمان في قلب دولة الرفض التي تكره أبا بكر وعمر وعثمان أكثر بكثير من كفار العالم. الرئيس الوحيد جلس في بلادهم وقال وترضى عن ساداتنا عن ساداتنا. معي حتى يعني العبارة باش ما يعني إذا لقيتها يقول عن ساداتنا. نعم يقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه نبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه. الصحابة يترضى عليهم في إيران ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر. طب منطقها أبو بكر رجل مهندس والعربية عنده فيها إشكالية شوي لأنه دارس دراسة علمية وطبعا دكتور ومتخرج من الهندسة ومتعلم وإلى كلي عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. هذه من هذا الكلام لا يقول. أنا أقول لكم هذا الكلام لا يقوله رجل يطلب الملك من أمريكا ولا يطلب الملك من اليهود أبداً.